خليني احكي لحضرتك قصة اختيار هذا الموقع. 2007-2008، وارجو دي قصة ما حدش يعرفها، مش ناس كتيرة جدا تعرفها، كان بداية التفكير ان لازم نضع خطة او تخطيط للقاهرة. القاهرة دي كلها رايحة على فين وحتنمو ازاي؟ فكلفت هيئة التخطيط العمراني في هذا الوقت من رئيس مجلس الوزراء في هذا الوقت انها تبدأ في وضع مخطط للقاهرة الكبرى. واول حاجة كانت في القاهرة الكبرى ان احنا نخططها اين سيكون مقر الحي الحكومي الجديد. جمعنا مجموعة من افضل العقول في مجال التخطيط العمراني، اختاروا 5 مواقع قالوا دول ممكن يكونوا هم دول البدائل لموقع العاصمة الإدارية أو الحي الحكومي الجديد. وهشرح لحضراتكم إيه هم 5. الموقع الأولاني اللي احنا موجودين فيه، العاصمة الإدارية الجديدة. الموقع الثاني المنطقة اللي موجودة شرق مدينة نصر، اللي موجود حاليا فيها مسجد المشير طنطاوي ومركز المنارة والاستاد بتاع الدفاع الجوي. المنطقة دي على بعضها دي كانت موقع آخر، لأن الأرض كانت فاضية وفي حوالي مساحتها كانت حوالي 700 فدان، فنظر ان ده هو ده البوتنشال او المكان الاخر المقترح. الموقع الثالث كان جزيرة الوراق، باعتبار انها لسه كانت جزيرة وكان في خوف ان هيحصل نمو عشوائي عليها، طب ايه المانع ان احنا نستفيد منها وهي في قلب النيل ممكن تبقى مكان. الموقع الرابع كان شمال القرية الذكية على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. الموقع الخامس والاخير كان في مدينة 6 اكتوبر نفسها. الحقيقة الخبراء عملوا دراسة على أفضل ما يكون، قالوا في معايير معينة عشان نختار المكان. أولا فين اتجاهات كانت نمو القاهرة؟ طول عمر القاهرة كنمو ككتلة هو نمو شرقاً،